من ضمن الأسئلة، أنا عندي ديمو لغة عربية كيجي، ودي أول مرة أعمل ديمو. هل الأفضل إن أشرح حرف ولا أشرح المادة بالألف؟ وإيه الحاجات اللي المفروض أخد بالي منها؟ أول حاجة إنك بتعمل أو حضرتك بتعملي الديمو على الحاجة اللي أنت متمكنة من شرحها أكتر، فاشرحي الحاجة أي ما كانت اللي أنت متمكنة منها، سواء الحرف أو المادة. أما تدخلي الكلاس حاولي إن صوتك يكون عالي وواضح، الشرح يكون مبسط، نكتب التاريخ واليوم واسم اللغة على البورد، مراجعة مختصرة في الاول، وتعملي تهيئه للاستثار عشان الناس احنا نعمل ايه، وبعدين تبداي في الشرح. عشان كده من المهم جدا ان احنا نراعي من هذه المواضيع، واهم حاجه انك تكوني كرييتيف مبدعه، ما تكونش متوقعه وسهله، وما فيش منها هذا اللي بيميز المدرس عن مدرس اخر. ومره تانية نلبس حاجه مريحه نقدر ان احنا نشرح بيها، الصوت يكون كويس، نستخدم ايدينا لان استخدام البادي لانجوج مهم جدا، واهم حاجه ان احنا ما نديش وشنا ظهرنا للسبوره، دايما نكتب بهذا الموضوع، نجيب السبوره كده ونكتب كده، ما نديش كده، علشان دي من ضمن الحاجات اللي بتفصل اي حد عن الشخص اللي بيشرحها.